تحية لكم سيداتي وسادتي، مباشرة من مسجد سيد الصغير بالمنيار، ننقل لحضراتكم أجواء العيد في هذه البلدة الكريمة الطيبة. إنه ليوم جميل بحضور كل الفئات البزيوية، السلام عليكم. بهذه المناسبة السعيدة اللي هي عيد الفطر، كنتمناو من الله سبحانه وتعالى باش يحل علينا بالخير والتيسير، وكل ما كيتمناه كل مسلم وكل مغربي داخل الوطن وخارج الوطن. معكم سيداتي وسادتي مباشرة من حي المدرسة في بلوم، وذلك قصر نصر الله إن شاء الله الرحمن الرحيم. نغتنموا الفرصة باش نشوفوا السيد محمد غيتي الشيخ في حول العيد إن شاء الله الرحمن الرحيم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم كنبغي نشكر أخ مصطفى أخ مليطة اللي كيصاروا علينا شي بلاد شحال من وقت، بحال التظاهرات اللي كنتسمع تظاهر، لأن مايمكنش نعيدو شي بلاصة من غير البلاد، من غير بزو. بزو هي البلاد ديال الأصل، كنعي فادي ما تنموت، وكنبغي نحيي كاع الناس كاملين اللي ما عرفتش الروح والدم هما اللي كيخليهم يمشيو هاد الخطوات هادو، الله يعصر خطواتهم. الحمد لله، إيه ولا إله.
واحد الله يخلي لكم وليداتكم ويطول عمركم وكبر بيكم ان شاء الله حجاب في النبي وكبر بيكم تبقاو ان شاء الله ديما منورين امين وفي الاخر تغريكا ولا ما عندوش ولاد نقول بحالها يا انت كما تلاحظون الان رميسة ورؤى محافظين على العادات وعلى التقاليد من دولة تنزوروا ان شاء الله الاحزاب والعائله زوينه صافي بايدو مع افراح وسعاده تستغلوا العام سيدي هاد الفرصه جبنا تيز على خاطر ريزيرفي الله ايوا الحمد لله ايوا لا اله الا الله هو الله هو اكبر الله هو اكبر الله هو اكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا عمار ديالك كريم احتفال عيد الفطر معكم مباشرة السيد سعيد جكاني مؤدين سيد صغير بالمنيار وهو المؤدين الرسمي وبلا به ما كاين عيد وقد ورث هذا الأذن عن أبيه المرحوم الحاج جكاني منذ 80 سنة وباقي في هذا السن وباقي صوته يسمع على بعد 15 كيلومتر كلمة بكيفاش الأجواء ديال العيد وكيفاش عشتيها أنت سنين هذه السلام عليكم ورحمة الله المؤدين ديال المدرسة بزو التنمية البشرية اللي قال خليل صافي هاو 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 أنا ما قلتهاش هاو شتينا وكنشكروا الجمعية جمعية الإصلاح كنشكروها بزاف راه خدامة في البلاد مزيان وكنطلبوا الله عز وجل يزيد بها الخير ويعاونها راه خدامة في البلاد مزيان الله يستر عليهم جميعا والله يرحمهم من الخير والسلام عليكم ورحمة الله سيدتي وسادتي إلى السيد جمال الجكاني رئيس جمعية أجنبة المزيوية وعنصر فعال في إحياء وفي تنمية الجلباب المزيوي إذن كلمة سيد جمال الجكاني جمال الجكاني رئيس جمعية النسيج البزيوي كما زرت العادة دائما وأبدا الإخوة كيفرحوا في العيد بزاف الدراري صغار عيالات الشباب ولكن هذا الشباب وهذه الجمعية هذه كيديروا واحد كيديروا تيخلقوا واحد الجو زوين في هذا العيد كيمشوا عند العائلات الأصيلة في بزوق كيزوروهم كيباركوا لهم كيزوروا المرضى كيحاولوا يحسوا الناس بأنه اللي معاه الوليدات الله يسخر ليهم واللي ما معاهمش بحال هما وليداتهم وكدوز الأجواء جميلة بزاف وكما كتشوفوا روحانيه فرحانين كلشي كي
يلبيو وكلشي كيشكر وكلشي فرحان والله يعمر بيدو على اعياد الاعياد. والسلام عليكم ورحمه الله. جمال الزكاني كنت اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ولله الحمد على ما هدانا. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين. سعيد الجمعاوي قل لا نظير وبيبزو واحد الانسان اللي خدوم وكيعيف راسو كما كنقولوا وكينزل الميدان يخدم بيديه وما كي يعني ما كيتكبر ما والو كتبقى دائما واجد لا يكل ولا يمل يشتغل مثل النمله ويعمل مثل النحله في نظام وجديه واللي دواء يرعس. بسم الله الرحمن الرحيم. منك على عادتها تقوم جمعية الإصلاح دائما من مناسبة من كل مناسبة بزيارة جميع الأهل والأصدقاء وكبرنا السلام عليكم. سي حنا ضيافه ديال سي جمال بحدو معروف بحدو سي جمال. تنشكر الاصدقاء والاخوان هادو ماشي اصدقاء راه العائله الحمد لله ديال هاد البلد الطيب هاد الزاويه هادي اللي تربينا فيها تبارك الله والله يخلي الحاله زينه ويخلي القلوب فيما بعضياتها والحمد لله تنشكروا على هاد الزياره هادي اللي تنقوموا بهذا النهار. استاذ سي جمال استاذ والله غزال 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 سي جمال غزال 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 الله يعافيك يا سيدي. الحاج علال راه من الرموز ديال القبيله فين ما كان شي احتفال عند شي شخص ولا شي عرس ولا هذا هو اللي كيشقى وكيتعاون مع داك السيد فين ما مات شي انسان راه كتلقاه هو الاول كيمشي يحفر ولكن كيدير شويه ديال البارازيت ما تيخليش الناس يدفنوا في خاطرهم. والحاج راه عمرت البلاد وهاد الجلابه دي انا لابس انا هذه ديال الحاج هذا الله يعمرها دار بقى معنا تطواطا هذيك البلا ما حطاتوش ما عرف كيفاش تهضر الله حتى ولا تيمشي وجب الشكر علينا ومدد المدد يا رسول
دينا بالمسام يا حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فريح الحج ريح الله حبتي مالك هيدا مصطفى ريح السلام قلت اخوي ريح مالك لا ريح على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صوتي أجل العادة ودائما في إطار الزيارة لأقربائنا والناس الحباب والعزاز علينا وصلنا لعند دار المؤدين المؤدين أحسن أتي في العالم وأقولها وأتحمل مسؤوليتي وجيبوا الخبر على كامل قوى العقلية نسيم كامل قرص السلام عليكم ورحمة الله واللي يشربوا يموت واللي يشربوا يموت وأقسم لكم بالله العلي العظيم أنه أتي من من القلب الى القلب السلام عليكم والطميطه سيكو اش تدير ديك السبو حمصه راه تنك زكز زيد ما تزيد بالضيف الله صاحب المول الجاج هذا